اليوم نحكي في كيف بدنا نتعلم أهم المصطلحات باللغة الإنجليزية لأهداف التنمية المستدامة اللي أنتم كلكم تعرفوها بالـ Sustainable Development Goals من from number one اللي هو No Poverty, Zero Hunger, Good Education and Well-Being إلى لنوصل الـ Partnership for the Goals. بس يمكن في نقطة كتير مهمة أنتم ما بتعرفوها بالتفاصيل باللغة العربية، فما بالك باللغة الإنجليزية، إنه نعرف كل واحد من هدول الأهداف إيش الغايات التارجتس وإيش هي الإنديكيتورز المؤشرات حتى نقدر نحكم على هذا المعيار أو على هذا الهدف. فأنا اليوم طلعت لكم وثيقة كتير مهمة، وأكيد أنتوا بتلاقوها إذا بدكم تتعلموها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية موجودة، اللي هي Agenda for Sustainable Development. هذه زي ما أنتم شايفين الوثيقة اللي أصدرتها الـ United Nations، الأمم المتحدة، عشان يحولوا العالم. هذه طبعاً الاجتماع كان بالـ 2015 عشان يحولوا قادة العالم التارجتس الأهداف التنمية المستدامة كلها حتى تتحقق، وحطوا إنه بدها تتطبق starting 2016، ببداية 2016 بشهر واحد، وهذه كانت اللي بنسميها طبعا transforming the world بمعنى انه تغيير العالم. هذه الاهداف ال 17 اللي بترمز لها، والهدف اللي هو ال 2030 agenda بسموها اهداف التنميه المستدامه agenda، لانه هو وضعوها على شكل جدول زمني امتى بده يتم تنفيذها اللي هو ب 2030. طبعا في سموها transforming our world، تحويل عالمنا، وزي ما انتم شايفين هي وثيقه، اي وثيقه بالامم المتحده بتاخذ رقم. It's like a resolution يعني زي كانه قرار بالامم المتحده، بياخذ رقم وبياخذ كود، بياخذ خلينا نقول يعني رمز معين وبيتم تطبيقه. هذا الشعار اليونايتد نيشنز. وطبعا اللي اذا بدي افتح على السايت اللي هو sustainabledevelopmentun.org اللي هو الموقع الخاص، يعني هذا لو بدي اكتبه هون هو الموقع الخاص هنا، خليني أكتب بالإنجليزي sustainable، okay. هذا الموقع development، لاحظوا مرة واحدة UN development، بقدر أنا ما أوصل بينهم أحسن بيكون development، okay. UN.org اللي هو الموقع الرسمي هاي شايفينها البلاتفورم. فأنا هدول التنين كتير أنتوا كطلاب دراسات تنمية باللغة الإنجليزية كتير مهم إنكم تفتحوا على هذا الموقع، بتشوفوا كل التفاصيل اللي هو Department of Economic and Social Affairs عملته، وبتلاقوا كل التفاصيل حتى وفيه أكثر من لغة، so you can discover the goals زي ما أنتوا شايفين، وتشوفوا الـ SDG knowledge بيكون عندك فيها كل المعلومات بالcapacity development، إيش البublications تبعتهم، وأهم الreports. أنا من هون بقدر أعرف الreports الدولية، تمام؟ إذا أنت بدك تحطها بإحصائيات في أبحاثك. وطبعاً هون بنمشي على واحدة واحدة فيهم، how to be engaged بالpartnership. مثلاً إذا بدأ أطلع هون على سبيل المثال، طبعاً هون الprocesses إنه العمليات من الـ High Level Forum اللي هو المؤتمر على مستوى يعني الأعلى للتنظيم، وعندك على المستوى Political يعني المؤتمر السياسي، خلينا زي ما تقولوا على مستوى التنظيم السياسي في الدول المختلفة، والـ UN Conferences المؤتمرات اللي بتعملها الأمم المتحدة اللي إلها علاقة بـ Events معينة في Sustainable Development على مستوى العالم. كمان المالتي ستيك هولدر، يعني بمعنى الـ كيف الـ كل الدول عم تشتغل مع بعض على نفس خلينا نقول الهدف، سواء اذا خاصه اذا كانوا بيحكوا بالساينس والتكنولوجي وانوفيشن حسب الاس دي جيز سستينبل ديفلوبمنت جولز، والكوميتيز في عندي خلينا نقول لجان اساسيه معنية بهذا الكلام حتى تتابع خلينا نقول التطورات، وتجتمع على مستوى الـ UN General Assembly اللي هي
المؤتمر العام خلينا نقول اللي بتقوم فيه الأمم المتحدة حتى تتخذ هاي القرارات من خلال سبل معينة. طبعا في كثير من البارتنرشيب بنسموهم فورمز، يعني بمعنى بيتم وجود أو تخصيص محاور ندوات معينة وملتقيات حتى يكون في عليها اهتمام أكثر وتحفيز إعلاميا بما يتعلق بالتنمية المستدامة. طبعا في عندي الـ United Nations High Level Political Forum، هذا اللي بيكون على أعلى مستوى، وفي عندي الـ SID اللي هو الـ Small Island Developing States، يعني في بعض المناطق اللي بيكون عم تتحول، يعني لسه خلينا نقول ما تم الرسم بشكل نهائي إلها إنها تكون هي إلها موقع في الأمم المتحدة. كمان بتحدث عن الشراكات في الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة and how to engage، يعني كيف نقدر إحنا ندخل على هذا الموضوع من خلال أنتوا إذا بتسجلوا بتشوفوا كتير. أنا مرات بعمل تعميم عليها، بيكون في events في webinars، مش بس الـ Member of States والـ UN اللي بيكونوا بالـ UN system واللي بيقدروا يشاركوا، لا كل واحد فيكم بيقدر يسجل ويحضر هذه المؤتمرات على سبيل المثال. طبعا كثير بهمنا كمان نعرف النيوز اللي هي أهم الأخبار اللي بتكون يعني بتأثر أو بتتعلق بالأمم المتحدة، وهاي إذا بدك تعرف عن طبيعتها لل SDGs بشكل عام. وها and you can discover زي ما أنتوا شفتوا قبل شوي، you can discover تعرفوا تفاصيل أكثر عن sustainable development، يعني خلينا نقول goals. هلا انا اختار من هون، لانه هون في بتلاقي كثير من الوثائق ايضا، اخترت لكم هاي الوثيقه، طبعا هذا الشارت اللي انتم بتعرفوها، واخترت لكم هاي الوثيقه اللي هي موجوده في الامم المتحده واللي اصلا كل شغلنا عليها شباب، بس بهمنا نعرف المصطلحات. فهذه التايم تيبل تبعتها او الفهرس اللي هي Transforming Our World Agenda، هذه العنوان الكبير، تحويلها لتغييرها تغيير العالم نحو التنمية المستدامة. أيضا عندي البريامبل اللي هو المقدمة، دائما البريامبل للأمم لحقوق الإنسان، بليز شباب حطوا عنكم ميوت، بريامبل لحقوق الإنسان اللي هي أهداف التنمية المستدامة، شو خلينا نقول كيف إحنا بنحضر إلها من خلال الوثائق القانونية. طبعا بتتطرق لل people وال planet وال prosperity و peace، السكان أو الإنسان، الكوكب كوكب الأرض، وكمان الهدف اللي هو التنمية والرفاه والتقدم وموضوع السلام، لأنه هو جزء كتير أساسي في التنمية وتأثيره على التنمية. وبعدين عندي كتير مهم نعرف في ال partnerships، يعني اللي هي الشراكات. طبعا بعد هيك بيجي، بعد هاي المقدمة بيجي ما يسمى بالديكلاريشن، بمعنى ما يتعلق في خلينا نقول كل الإعلانات القانونية عن التنمية وأهداف التنمية. ثم في عندي هون مقدمة اللي هي زي هديك، طبعا البريامبل اللي هي الديباجة، اوكي البريامبل اللي هي الديباجة، الديكلاريشن اللي هو الإعلان، ثم عندي الانترودكشن اللي هو المقدمة، and then vision اللي هو الفيجن اللي هو الرؤية، وبعدين نحكي عن shared principles و commitments الالتزامات اللي بتصير في التنمية خلينا نقول المستدامة، وكيف إحنا ممكن العالم خلينا نقول يشتغل على هذا الموضوع. فبنشوف إيش الـ means of implementation، بمعنى وسائل التنفيذ حتى تتحول من رؤية إلى أجندة اللي هي new agenda، follow up and review اللي هي المتابعة لأهداف التنمية المستدامة، وكيف نعمل call for action to change our world، كيف نطلب من يتم حث العالم على إنه يشتغل على التغيير المطلوب، and then sustainable development goals and targets. هلا هاي دائما انتم بتحكوا، كنا نحكي في الجولز،
ولكن إحنا بهاي المادة بدنا نركز أكثر كمان في الأهداف التنمية المستدامة بالمعنى التارجتس تبعتها، بمعنى الأهداف الفرعية خلينا نقول. فأنا ما بكفي إني أعرف فقط إنه والله لازم نشتغل على end poverty in all its forms everywhere، يعني إنه نحد من الفقر في كل مكان بكل أشكاله، لازم أعرف كيف بدي أشتغل على هذا الجول through specific targets، من خلال أهداف فرعية محددة اللي إحنا اللي هي بنسميها الغايات، أوكي، اللي بدنا نوصل لها. So حاطين هنا في هذا الوثيقة كل هدف من أهداف: end poverty in all its forms everywhere, end hunger، نقضي على الجوع، achieve food security من خلال تحقيق ما يسمى بالأمن الغذائي، وبنفس الوقت بحقق هذا الهدف بالimproved nutrition، إني أحسن نوعية التغذية، أوكي، عناصر التغذية، وpromote sustainable agriculture، إنه نهتم بالزراعة المستدامة، فمش أي نوع من الزراعة. هدول إذا فتتتهم التلاتة بيؤدوا إلى end hunger. هلا الجول نمبر 3 اللي هو ensure health lives and promote well-being for all ages، هون عم نحكي عن إنه كيف نهتم بالحياة الصحية للأفراد، للمواطنين، للشعوب، من خلال الwell-being، نركز على مش بس صحة، بدي كمان رفاه، واهتم بكل الأعمار مش بس بعمر معين. انشور رقم 4، جول 4، انشور طبعا هذا لازم نعرفه باللغة الإنجليزية، انشور inclusive and equitable quality education، يعني بنحكي عن هنا جودة التعليم، فأنا بدي تعليم شامل للجميع، عادل، equitable، الكواليتي عالية، نوعية عالية، and promote lifelong learning، يعني بمعنى التعلم مدى الحياة، يعني مش بس محصور بفترة زمنية معينة، بس بعمر معين، بس بمدرسة أو بجامعة، لا، إنه long life، هذا هدف كتير كبير، حتى يكون كيف الدولة تهتم بالopportunities for all، إعطاء الفرص للجميع. Goal number 5 is to achieve gender equality and empower all women and girls، بمعنى نهتم بالgender equality، يعني المساواة بين الجنسين، وهذا الإشي كيف بيتم؟ بيتم من خلال empowering، يعني بمعنى تمكين المرأة والفتيات، women and girls، يعني بكل الأعمار. Goal number 6 اللي هو ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all، إذا هون بنحكي عن المياه، إدارة خلينا نقول عنصر الديمومة للمياه، مش بس توفرها وإنها تكون دائمة وتستمر، and sanitation for all، يعني بمعنى الاهتمام بمسألة يتعلق بالصرف الصحي وبما هو الهايجين والأمور هاي كلياتها. أيضا goal number 7 ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all، اهتم هنا بالطاقة الحديثة أو الجديدة، لاحظوا إنها تكون مستدامة، تكون reliable، يعني نعتمد عليها، and affordable، يعني نصير يعني تكون قائم في متناول اليد، مش أنا بدي طاقة نظيفة بس مش لاقي، مش عارف كيف بدي أوصل لها، لا. فمثلا أنا المفروض الدولة مثلا تشجع في هاي النقطة، بعدين بنحكي في التفاصيل، على إنه مثلا يكون في سيارات مثلا على الكهرباء، أو من دون، أو مثلا نضمن إنه ما يكونش في عوائد لدخان سيارات إنها تطلع، فبدي أشوف إشي اللي هو صديق للبيئة، فالمفروض إنها تقيم عنه الضرائب وإلى آخره. فإنه هذا الإشي إذا أنا سعيت له كمواطن، it should be affordable، إنه متاح، مش إنه مش موجود. طيب هذا أنا بحكي نتوسع في جول بكل واحد من هدول الجولز، بعدين نحكي بجول 8 اللي هو promote sustainable sustained inclusive sustainable economic growth، فأنا بنحكي هنا عن الاقتصاد ونمو الاقتصاد بحيث إنه يكون مستدام ويكون شامل ويكون دائم، full and productive employment، يعني بمعنى العمالة لازم تكون يعني شاملة وكاملة، يعني بمعنى ما تكون نستخدم الطاقات العاملة وما نهدرها،
تكون productive، تكون إنتاجية أكثر، ولاحظوا أنها تركز على decent work، على العمل اللائق للجميع. وهنا لما تقول productive أنه ما يكون فيها هدر، في كل هاي المعاني بنفكر فيها. goal 9 بنحكي عن build resilient infrastructure، يعني بمعنى بدنا نشوف ما يسمى بالبيئة أو البنية التحتية اللي بتكون أكثر مرونة و خلينا نقول flexible، وبتكون promote inclusive and sustainable industrialization، يعني بمعنى كيف إنها هاي البنية التحتية بتروج أو بتهتم وتدعم الصناعة اللي بتركز على الانوفيشن، على الابداع والابتكار، بتركز على sustainability، على الاستدامه في كل مناحيها. goal 10 اللي هو بيهتم بكل اشكال اللامساواه، ف it's reducing، التقليل من او الحد من inequality، اللامساواة within and among countries، يعني اللي هي داخل الدولة وبين الدول، يعني بمعنى ما يكون في عدم أي شكل من أشكال عدم المساواة داخل الدولة نفسها، مثلا إذا بتحكي عن الأردن أو عمان أو إلى آخره، يعني بنفس خلينا نقول مناطق شمال جنوب وهيك، أو إنه في العالم ككل بين القارات وبين الدول، دول غنية ودول فقيرة. طيب الجول نمبر 11 اللي هو make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. فهون عم نحكي عن الدول كيف انه تشتغل على المدن، التخطيط يكون للمدن للcities and human settlements اللي هي المناطق زي كيف المستوطنات او المساكن، إنها تكون أكثر safe، inclusive للكل، للجميع، بتغطي الكل، موجودة متوفرة للجميع، safe، آمنة، وكمان يعني نقدر إنه نطورها وتكون sustainable، وتكون أمينة ومستدامة. goal 12 اللي هو بيحكي عن ensuring in sustainable consumption and production pattern، يعني بمعنى إنه الاستهلاك consumption والproduction الإنتاج انماطه تكون نضمن انها تكون مستدامه وبمعنى المسؤوليه، وحنحكي كيف بالتفصيل بعدين. ايضا take urgent action to combat climate change and its impacts، يعني بمعنى نتخذ اجراءات سريعه وحاسمه فيما يتعلق بالمناخ والكلايمت تشينج، التغير المناخي، وشو الامباكت اللي هو كثير بيركزوا عليه هلا الدراسات البيئية اللي هو الأثر البيئي، تقييم الأثر البيئي، أوكي، الـ environmental impact. طبعاً رقم goal 14 اللي هو conserve and sustainability use of oceans، اللي هو بمعنى إنه أستخدم أو الاستخدامات اللي تتعلق في المحيطات، oceans, seas and marine resources، اللي هي تتعلق في كل المصادر المائية، إنها كيف تركز على المحافظة عليها conservation وعلى sustainable development، التنمية المستدامة. أيضاً هذا الهدف 15 اللي هو يعتبر من أهم الأهداف فيما يتعلق بالبيئة، اللي هو protect، حماية، restore and promote، يعني بمعنى الحفاظ على تحفيز sustainable use of territorial أو terrestrial ecosystem، يعني بمعنى هي النظم البيئية المناسبة بإنها يعني يتم حمايتها أكثر من خلال ممكن managing forests، نهتم بالغابات أكثر، combat desertification، يعني بمعنى إذا كان في تصحر مواجهة أو محاربة التصحر، and halt the reverse halt and reverse land degradation، يعني بمعنى إذا كان في مشكلة في التربة كيف إنه ممكن إحنا نحميها من أي خلينا نقول نوع أو شكل من أشكال الخراب اللي ممكن يدمرها ويأثر عليها، and halt biodiversity بمعنى كمان نركز على التنوع، يعني نحمي التربة أو البيئة من أي ما شيء يمنع biodiversity loss اللي هو التنوع البيولوجي
الحيوي. اوكي goal number 16 very important بيحكي عن how to promote peaceful and inclusive societies, كيف احنا ننمي مجتمعات يعني بالمعنى السلمي وبالمعنى الكلي لكل نضمن كل المجتمعات نحميها بالمعنى السلمي حتى يكون في تطور تنموي فيها, وبالتالي provide access to justice كيف نعطيها إمكانية إنها تستخدم العدالة أو تطبق النظم العادلة, and build effective accountable and inclusive institutions يعني بناء مؤسسات أوكي تكون أكثر تأثير effective و accountable. accountable طبعا inclusive شاملة و accountable بمعنى إنها يعني المساءلة, يكون في مساءلة لهاي المؤسسات, وهذا ما بتكون إلا إذا كانت مسؤولة هاي المؤسسات. طبعا goal number 17 واللي هو النهاية الخلاصة اللي بتصب فيه كل هذيك الأهداف اللي هو كيف نضمن نطبقها إلا من خلال الفكرة هاي اللي هي strengthen the means of implementation يعني نقوي سبل التنفيذ, revitalize the global partnership يعني بمعنى إعادة إحياء وتثبيت على موضوع الشراكة الدولية global partnership من أجل الـ sustainable development. طبعا هذا الإشي بيصير من خلال finance الشأن المالي, من خلال التكنولوجي اللي هو الشأن التكنولوجي, والكاباسيتي بيلدينج اللي هو بناء القدرات, والتجارة trade systematic issues ممكن بعض القضايا التنظيمية مرات, and means of implementation and global partnership يعني بمعنى شو هي أهم خلينا نقول وسائل التنفيذ وسبل التنفيذ حتى نوصل للglobal partnership, نوصل للشراكة العالمية. طبعا هذه الوثيقة بتعطيني حتى الفولو اب اند ريفيو انه كيف بدها تشتغل الأمم المتحدة على متابعة هاي الدول وكيف بدها تعمل ريفيجن تشوف انه ايش عملت كل دولة وعلى المستوى الناشنال. فبقدر انا افتح من خلال الموقع هذا زي ما حكيت لكم على الدولة حتى اشوف هنا كيف ممكن انا يعني من خلال الدايركتور من خلال الاورجانيجرام أعرف كيف عم تشتغل كل دولة على هذا الموضوع وتقييمها. طبعاً أيضاً على المستوى الريجنال على المستوى الإقليمي يعني خلينا نقول دول منطقة معينة والجلوبال ليفل على المستوى العالمي, فبنشوف كمان مقارنات. طبعاً هذا الديكلاريشن أو طبعاً to transform the world أو transforming our world اللي هو the 2030 agenda for sustainable development. هذه البريامبل زي كيف بتقرأ مثلا المقدمة أو الديباجة تبعت الإعلان العالمي مثلا لحقوق الإنسان, نفس الإشي بتلاقي في مقدمة مناسبة وتمهيد وديباجة لهذا الموضوع على مستوى الأمم المتحدة. أنا بس بدي أقرأ هذه الديباجة حتى إن أظن إنه هلأ أنتوا صرتوا بتقدروا تفهموها بناء على الترمز المصطلحات اللي عندكم. بقول لك this agenda is a plan of action for people, إذن هي عبارة عن خطة للشعوب, أوكي خطة تنفيذية للشعوب. planet and prosperity يعني بمعنى اللي بيشتغل عليها المفروض هي خطة تنفيذية مش بس للشعوب, للشعوب وللكوكب ولا الرفاهية التقدم للعالم. it also seeks to strengthen universal peace يعني بتركز على تقوية فرص السلام خلينا نقول أو السلام العالمي, in larger freedom وإنه ركز على حريات أكثر. أوكي okay? freedom we recognize we مين هن ال we يعني إحنا شعوب العالم. أوكي okay? people we recognize إنه هن بيحكوا الأمم المتحدة باسم العالم. we recognize that eradication أو eradicating poverty إنه القضاء على الفقر in all its forms and dimensions في كل أوجهها including extreme poverty بما في الفقر المدقع لأن الفقر له درجات زي ما أنتم تعرفوا بالاقتصاد is the greatest global challenge. إذن هاي تعتبر هي أكثر تحدي على مستوى العالم عشان هيك هي حطوها number one
and an indispensable requirement for sustainable development. يعني هذا ال requirement, هذا الهدف المتطلب ما نقدر نبعد عنه, ما نشتغل عليه إذا كنا بدنا نحقق التنمية المستدامة. هلا second paragraph بتقول بالpreamble بالديباجي بتقول all countries and all stakeholders, كل الدول وكل الشركاء, okay, acting in collaborative partnership, اللي بيشتغلوا بحالة من الشراكة, خلينا نقول والتفاهم وcollaboration, يعني بيعملوا مع بعض زي فريق, will implement this plan. لحالهم ما بيقدروا يشتغلوا, لازم يشتغلوا مع بعض حتى يحققوا هذه الخطة. We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty. يعني بمعنى هن بيقرروا في الأمم المتحدة شو هدفهم, free the human race, إنه تحرير العنصر البشري تحريره من tyranny, اللي هو tyranny اللي هو الاضطهاد اللي بيصير بسبب poverty, بسبب الفقر, and want to heal and secure our planet. فبدهم هن يحموا ويعالجوا, خلينا نقول العالم أو الكوكب. We are determined, يعني في عندهم قرار الأمم المتحدة, بشان هيك إحنا بنسميه resolution, okay, قرار, to take the bold and transformative steps, يعني بدهم يتخذوا خطوات لازم تكون تحويلية وجريئة, which are urgently needed to shift the world. يعني هي كتير مطلوب يعني بشكل سريع, it's urgent, يعني مش إشي نتركه, لا هذا الإشي لازم يكون عاجل حتى to shift the world, حتى نعمل shift, نعمل تغيير كامل على العالم, to a sustainable resilient path, حتى نوصل لحل مناسب, ناخد طريق مناسبة, as we embark on this collective journey, لأنه إحنا كلياتنا مع بعض في العالم معنيين في هذه الرحلة الجماعية في إنه نهتم في عالمنا. we pledge هنا يعني إيش؟ يعني إحنا هلأ كلكم أنتوا كتنمويين بتقولوا we pledge, يعني إحنا نتعهد, يعني زي كيف اللي بيعمل قسم, إحنا نتعهد إنه نحقق هاي الأهداف, that no one will be left behind. فهني مش بس هيك, إنه بدهم يضمنوا إنه ما في ولا دولة يعني بتنترك, يعني مش إنه بس الدول القوية والمتقدمة اللي عم تشتغل, لا كمان الدول الأخرى بيساعدوها حتى ما تنترك ويكون عندها مشاكل. هلا ال 17 sustainable development goals, هدول الأهداف ال 17, ولاحظوا how many targets عندي, 169 غاية. يعني قرروا, وإحنا هناخدهم بالتفصيل المرة القادمة نقرأ, يعني ناخد فكرة عنهم, إنه هدول ال 17 هدف بحققهم من خلال 169 غاية target تفصيلية. هاي الغاية التفصيلية اللي خلتني أقدر أطلع المؤشرات اللي أنا درستكم إياها في الإحصاء الاجتماعي والمؤشرات التنموية, which we are announcing today, demonstrate, اللي هو عم بيعلنوا عنها, demonstrate the scale and ambition, بيطلعوا لك مستوى الطموح of this new universal agenda. فهذه يعني حتى أنا حكيت في آخر يعني لقاءات صارت على مستوى يعني الاجتماعات للأمم المتحدة, حضرت إشي منها وحتى عملت له share online, كان من آرائي اللي بعثت لهم إياها, أنتوا كمان شباب تقدروا تعطوا آرائكم من خلال وسائل مختلفة, في إنه حتى هاي الأجندة 2030 بحاجة إلى تعديل. الآن صار في كتير تطور, يعني لما وضعت من 2015 لهلأ صار لازم ينشغل عليها بشكل مختلف. They seek to build on Millennium Development Goals, فهي كانت مبنية على أهداف الألفية إذا بتتذكروا, Millennium Development Goals, and complete what they did not achieve. فكانوا بيشتغلوا على إنه إيش اللي ما خلصوا بيتابعوا عليه. طبعاً they seek to realize the human rights, اللي هي يركزوا على حقوق الإنسان, and to achieve gender equality, اللي هو مساواة بين الجنسين, and the empowerment of all women, اللي هو تمكين المرأة والفتيات. Okay, they are integrated and indivisible. And balance the three dimensions, يعني بيركزوا على ثلاث مناحي في الـ sustainable development. شو هي الشباب الأهم مناحي في sustainable development إحنا بنحكي, اللي هي economic, اقتصادي, social, اللي هي اجتماعي, and
environmental اللي هي بيئي. So the goals and targets will stimulate بتحفز action بتعمل نوع من الخطط التنفيذية over the next 15 years اللي حكوا عنها عشان هيك هي من 15 ل 30 in areas of critical importance for human and the planet. وهذه طبعا اللي بتتصدرها for people بيحكوا إنه بالنسبة للشعوب we are determined إنه قرروا إنهم to end poverty إنهاء الفقر إنهاء الجوع بكل أشكاله in all dimensions and to ensure all human beings okay اللي ركزوا على إيش على موضوع ال potential dignity على اللي هو الكرامة الإنسانية على ال equality على المساواة يعني healthy environment وكتير مهم healthy environment يعني بيئة صحية. طبعاً هاي البيئة الصحية اللي هي هون بندخل على موضوع البلانت فهون كمان كيف بدها تتم من خلال protecting the planet from degradation زي ما حكينا اللي هو التراجع اللي بيصير في أي شيء في البيئة بسبب natural resources كيف how to sustain and manage natural resources كيف يهتموا بال sustainable consumption and production شوفوا كيف هاي الأشياء الجزئية اللي هن يشتغلوا عليها بالأهداف اللي هي الconsumption الاستهلاك والإنتاج كمان موضوع taking care of اللي هو climate action المناخ العمل المناخي وكيف هذا كله ياتو بيحتاج needs يعني support بده support من the present and future generations يعني نركز على مش بس الحالي والأجيال القادمة المستقبلية طبعا prosperity الرفاه كيف بتتم والنجاح في هذا الموضوع من خلال ensuring all human being يعني كل الأفراد في العالم can enjoy prosperous and fulfilling يعني الهدف إنه يكون في عند الأفراد كلهم خلينا نقول progress تقدم ورفاهية وهذا الإشي ما بصير إلا إذا كان بحياتهم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى التكنولوجي ف it's part of prosperity okay وهذا الإشي بيعمل إيش بخلق هارموني انسجام بين الإنسان وبين النيتشر البيئة حتى نحافظ عليها النقطة الأخرى اللي هو البيس وبدي أنهي فيها هنا السلام إنه هو يعني to foster peaceful and just يعني لازم يكون في سلام وعدالة حتى يكون في المجتمعات قدرة على إنهم يحاربوا fear and violence اللي هو الفقر الخوف والعنف وبالتالي هذا الإشي without peace and no peace without يعني ما في sustainable development without peace هذا هذه الجزئية by the way اللي أنا عملت عليها كتابي واحد من كتبي اللي بتحكي عن التنمية المستدامة والسلام حكيت فيها عن هاي الجملة إنه sustainable development without peace ما بيصير ما بتقدر تحققه and there's no peace without sustainable development هن يعني مترابطين فهذه طبعا كلها بتحتاج لpartnership عشان يكون في شراكة عشان يكون في interlinkages عشان يكون في integration بمعنى تداخل في الأعمال والكل بدعم بعضه حتى نوصل للأجندة اللي هي كانت موجودة بالdeclaration هلأ هدول المواد شباب اللي هن حنحكي فيهم المرة القادمة بالتفاصيل احنا هلأ وصلنا صفحة 6 حنحكي بكل الأهداف والتفاصيل بالمرة القادمة في حدا عنده أي سؤال بدي أسمع منكم الآن وخليني أعمل please stop للتسجيل وأسمع منكم إذا في أي ملاحظة طبعا أنا حطلكم إياهم هلأ على السايت